في آخر إحصائية لضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بحر إيجا، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة للنظام التركي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 12 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين. شهود عيان قالوا أن السكان هرعوا إلى الشوارع في فزع بمدينة إزمير الساحلية بعد الزلزال الذي بلغ قوته نحو 7 درجات، فيما شهدت بعض الأحياء ارتفاعا لمياه البحر مما تسبب في فيضان من الحطام داخل اليابسة. مصادر محلية أكدت أن أشخاصا لا زالوا محاصرين تحت الأنقاض في بعض أحياء إزمير إثر انهيار مبان سكنية، بينما وردت بلاغات عن أضرار لحقت بممتلكات في أقاليم أخرى، كما تسبب الزلزال بأمواج مد على مناطق ساحلية وجزر يونانية قريبة. في السياق، قال مسؤولون يونانيون أن شخصين توفيا في جزيرة ساموس، كما أصيب 8 أشخاص بجروح طفيفة جراء الزلزال. وصرح إفثيميوس ليكاس مدير منظمة التخطيط والحماية من الزلزال بأن السلطات اليونانية حثت السكان في جزيرة ساموس التي يقطنها نحو 45,000 نسمة على الابتعاد عن المناطق الساحلية. من جانبه، أفاد متحدث باسم الشرطة اليونانية أن أضراراً لحقت ببعض البنايات في الجزيرة، وقدرت رئاسة إدارة الكوارث قوة الزلزال ب6.6 درجة، بينما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه كان بقوة 7 درجات. هذا وحذر خبراء الزلازل في اليونان من احتمال وقوع هزات أرضية جديدة في بحر إيجا، وصدرت تحذيرات من أمواج مرتفعة.